السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في من ضمن أساليب المكسب من على الإنترنت موضوع الأفليت. الأفليت ده عبارة عن إيه؟ البيع بالعمولة. يعني أنا عندي مثلا متابعين أو عندي أصدقاء والمنتج عجبني فبقول لهم عليه، فلما حد بيضغط كليك أو بيشتري المنتج بيقول لي طب أنت ليك نسبة. النسبة دي بتختلف، يعني لو هو بيبيع حاجة حقيقية، يعني بيبيع مثلا موبايلات، بيبيع حاجة هاردوير، فبتبقى العمولة بسيطة 1% 2%، لكن الحاجة بتبقى غالية فأنت بتاخد بعمولة كويسة. لكن لو كتاب إلكتروني فهو ممكن يديك 20% من الأرباح، 30% 50%. ليه؟ لأن الحاجة الإلكترونية لو باعها مرة واحدة أو باعها مليون مرة هي التكلفة أول مرة بس. فمن ضمن الحاجات مثلا ده موقع اسمه كاتب، بيديك أفليت مثلا إن أنت لو حد من الأصدقاء داس على اللينك دوت بتاخد عليها نقط معينة أو بتاخد فلوس أو كذا، يعني لو عدد معين اشترك بيبدأ إن هو يديك مبلغ. بيقول لك أنت تاخد 50% لو حد 50% من الفلوس اللي الراجل دفعها اللي اشترك من خلالك، تمام؟ ولما بتكمل $100 بيبدأ إن هو يحولها لك للحساب بتاعك. بس أنت الحساب بتاعك صفر. ما الفلوس جات لي، تمام؟ طب الإثبات تعال اهوت، تمام؟ لأن النصب كتير، في ناس كتير تقول لك انا كسبت 1000 و الكلام ده مش حقيقي. هو هنا بعت لي الفلوس على الحساب بتاعي على وايس، ماشي؟ وايس جات لي 113، لكن اللي انا استلمته 107 يورو. طيب لو انا استلمت الفلوس ازاي ان انا احولها بقى لحسابي في البنك؟ هقول له سند واختار انا عايز احولها لمين. حساب البنكي الشخصي، تمام؟ فبختار حسابي وبعد كده بختار انا عايز احول كام، وليكن مثلا اهوت مثلا هو الحساب فيه تقريبا 3 يورو حاجة زي كده، فبيقول لي 100 دول هيوصلوا كام هنا، تمام؟ هيحصل كام؟ هما هياخدوا 6 يورو، يعني اي مبلغ هيتخصم منه 6 يورو. طبعا 6 يورو مبلغ، لكن هو على اساس ان حل مشاكل في بعض التحويلات بتبقى فيه مشاكل وكده. طيب هنا هقول له مثلا ايه سبب الحاجة ديت، ثبت، وبعد كده يقول لي بقى اكد بقى من الحساب بتاعك وكده، تمام؟ معلومات الحساب بتاعي. فدي فكرة افليت. حتى الموقع اللي هو وايز دوت بيعمل الخدمة ديت، خليني اوريها لك. في مثلا ايرن تكسب 50 يورو لو حد اشترك من خلالك، تمام؟ فانت بتشرح لهم ايه فكرة وايز دوت وايه المزايا بتاعته وان هو ايه المشكلة اللي حلها لك، وتكسب المبلغ دوت لو الناس شاركت من خلال الموقع بتاعك من خلال اللينك دوت. دي فكرة البيع بالعمولة، ان انت بتعمل مثلا عندك على تويتر 1000000، فلو حطيت اللينك وقلت لهم الحاجة دي كويسة، بس خلي بالك لو انت الحاجة دي انت مجربتهاش او الحاجة دي وحشة او الحاجة دي فيها مشاكل هتفقد المصداقية بتاعتك، والناس كلها يعني خلاص هتعمل لك عدم متابعة لان انت مكنتش صادق معاهم. اهم حاجة ان انت تكون صادق مع الناس.